وانضم الي عبر الهاتف رئيس لجنه الازمه فوزي ونيس. سيد ونيس ارحب بك. السلام عليكم لك ولكافه مشاهدي قناه. وعليكم السلام ورحمه الله. اطلعني عن وضع المستشفيات والوضع الخدمي الانساني داخل طرابلس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا نترحم على ارواح شهدائنا الابرار الذين سقطوا اثر هذا الهجوم الغادر على العاصمه ودفاعا على الشرعيه والمتمثل في حكومه الوفاق الوطني. فيما يخص طبعا الوضع الصحي او الوضع وزاره الصحه في خلال هذه العمليه العسكريه، طبعا كما هو معروف للجميع ان ممكن حتى انتم قناتكم يعني نقلت القصف الذي حدث مؤخرا للمدنيين، اصبح الاستهداف اكثر للمدنيين. في اليومين السابقين كان فيه قصف لعائله، عائله كامله قصفها بالطيران. الحقيقه ان هذا القصف لا يميز بين مدني وعسكري في مناطق مكتظه بالسكان، الامر اللي ادى الى ارتفاع عدد كبير من الضحايا ومن الجرحى المدنيين. طبعا فيما يخص وزاره الصحه كما هو معلوم لدى الجميع ان كافه مستشفياتنا تستقبل في الحالات الجرحى، ايضا المساحات التي تم التعاقد عليها مع وزاره الصحه يتم استقبال الجرحى فيها، العمل الاطقم الطبيه على مدى ال 24 ساعه، ايضا مصارف الدم قمنا بحملات للتبرع بالدم، وصل عدد المتبرعين بالدم الى 300 متبرع في اليوم الواحد. الحالات التي يستصعب علاجها داخل الدوله الليبيه يتم ارسالها في الخارج عبر لجان الجرحى المختلفه. الامر بالنسبه لموضوع الامدادات تعتبر الموضوع امدادات جيده، وعندنا باقي امدادات ستصل لاحقا الى مخازن الامداد الطبي. طيب سيد ونيس، وزير الصحه حميد بن عمر تفقد العائله التي تعرضت للقصف من قبل الطيران التابع لميليشيات الكرامة، والتي راح ضحيتها امرأة وطفلين. وضع هذه العائلة الآن في داخل المستشفى، يعني سمعنا في البداية حديث عن وفاة الأم، ثم بعد ذلك تبين أنها لا تزال تتلقى العلاج في العناية المشددة. الآن ما هو وضع هذه العائلة؟ والله بالنسبة واضح طبعا المرأة هي موجودة في العناية، واضح إن شاء الله يعتبر مستقر. ما نعرفش يعني الساعات الاخيره هذه هي توفت، ولكن بالنسبه لساعات الصباح الاولى وضعها كان جيد. الصار طبعا بالنسبه للاطفال وضعهم ان شاء الله كويس، هم شظايا في رجلين. وحقيقه يعني وفي حالات ايضا مشابهه اخرى، يعني زي ما حكيت يعني يعني هذا القصف او هذه الهجمات التي يدعي بها جيش وطني، يعني وين بيوصل بها؟ يعني مدنيين يقصفون، النساء تقتل وامام العالم والعالم ينذر وما فيش ادانات للاسف الشديد. حتى من اقرب يعني من ما يسمى بالجامعه العربيه لم تدين القصف ولم تدين قصف المدنيين. حقيقه يعني عالم سياسه عالم بكيل بمكيالين اللي لاحظوا فيه، وكان يعني وكان الليبيين او المدنيين اللي تم قصفهم الان يعني ما همش بشر او ما همش مثلا يعني، وحتى بعض المنظمات مثلا المنظمات الكبيره ما نشوفوش ادانه للمدنيين. احنا بالنسبه احنا قواتنا صامده، احنا كوضعنا الصحي يعتبر جيد، وباذن الله حيكون لنا النصر ان شاء الله تعالى. اشكرك جزيل الشكر رئيس لجنه الازمه فوزي ونيس، كنت معي عبر الهاتف.